لا 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 زينبا يلي بزمان الأولي قلتي يا حورة مدللة. عاد اقرأ وياها طلبتها مني واقرأ وياي وإلا أنا ما أجيبها غير ليلة يوم العاشر. يلي بزمان الأولي قلتي يا حورة مدللة ساعة يا زينب الذبح للضيع هاي العايلة ساعة يا زينب الذبيح للضيع هاي العايلة. خويا يا زينب أوصيك يا أختي واسمعي وجروا اللي تبخى في النفس بالصبر يا أختي الدرعي لا جبل أياي الفرس لم اليتامى والنساء مال الخيم غيرك حرس والصوت مالك ترفعي للج يا حورة مدللة. ويلي عليك يا زينب صاحت يا خويا ما وصي واحد على اختف البشر قلبي كسرته والدمع من اللي جراش بالمطر تنذبح خويا واصطبر هيهات للحرمة صبور وياي هذا يا باقي كل لي والله على اختك معضلة. شي يصير باختك جسمي جذوب ويلتحل من سفرة الشام ويشيب راسك يا ولي عبديك ليا كل ساعة اختي تطيح وحدة من هالايتام تلوى علي غسياطهم وانتي تنظري. قالت اجل يا اخوي للذلة جبتني برض المدينة ان كان يا ابن امي تركتني. عندك حاجة لو ما عندك حاجة انا انت تنعي وانت تنعي وياي وكلنا نقرأ ترى مو بس انا اقرأ كلنا نعات كلنا راثينها وعندك حاجة وحضرها. قالت اجل يا اخوي للذلة جبتني برض المدينة الجال يا ابن امي تركتني يا اخويا وين الملتجى لو ضيعتني ما اقدر على ذل وغضم يا قرة وياك جيت من المدينة وعفت لوطه خفت المذلة والتجيت بعز الأخوان الأخو عز لأخته قلت لأخو يدفع صروف الدغر يوخان قال الدغر سكتي عقب عزك تضيعي.